هذا ميساج برك اللي فيسبوك ور الجيريا تكون فريمون نتوما اغبياء وكامل الذراري كامل الذراري. نقول لكم علاش، باسكو المراه كيدير لكم واحد التمسخيره كذا في فيسبوك، نتوما تروحوا تدوروا على بنات بلادكم وترجعوا فيهم الديفو وتبداو تسبوا الاخره. هذه قالوا لكم زعما لو سات اوت راهم بناتكم يقولوا لكم بلي بلو سات اوت في بجاه غادي يتعراو ما على باليش. يا هل تعرف حتى واحد يقول لك بلي اختك وبنت بنت بلادك راها تتعرى توقف معاه وتبدا تضرب كونطرها وتبدا تقول لهم فيهم وفيهم وفيهم. عباك بلي مصر اول بلد عربي في العالم كومبلي في الدعاره وفي الافلام الاباحيه، وبجانبنا من المروك وزيد منا تونس. على بالكمش بها هذه، جيت واحد خانج كيما نتايا ود البارح دخلت الفيسبوك بالترواجي تاع 3000 عارف في بنات بلاد قدام ناس طيح في القيمه تاع الجزائريه في نصهم واحد فاس خباش يبارطاجي في اعراض الناس ومروكي يقول لهم ماني جزائري وانتم راكم تسبوا فيهم، وليت تقولوا باللي عاهرات كل ما على باليش. حاجه برك هذه راح نقولها لكم باللي بركاكم من الغباوه هذه وراهم يستغبيو فيكم، فهمتها. انا قادر دوك نلعبها مروكي نروح ليهم ونقول لهم هذه لقيتها في قنيطران بارطاجيكش مع حاجه كيما هكذا ونطلق لهم الفتنه ونخليها الدور بيناتهم يبداو ياكلوا في بعضهم وانا من هنا كيما بلي الشبعه رجال تقيو مولاكم شديد. ثم الخط اللي تلقاو في فيسبوك تبعوها باروا عقلوا شويه. هذا ميساج راهو من عند سليم تاج، ونتمنى برك تفهموا الميساج هذا وتلحقوه الناس بارتو. راهي ما كانش منها العفسه هذيك تاع لوسات اوت ولا ما على بالي. اللي قالك العفسه هذيك قول له تجيب اختك تروح تتعرى الناس، اوكي؟ اللي يقول لك راهي كاينه منها قول له خويا انت تجيب لنا اختك تروح تتعرى ونديروا معها الدي جي وشت. هيا سلام.